بعد حوالي 600 كيلومتر من العاصمة الرباط في اتجاه الجنوب، استوقفتنا مدينة ساحرة مطلة على الأطلسي. ما يميز المدينة هو طقسها المعتدل وحزامها الشاطئي الممتد على مساحة 30 كيلومترا، وشمس مشرقة ل300 يوم في السنة. أكادير في قائمة المدن الناجحة والتي يسيرها حزب العدالة والتنمية بأغلبية مريحة، حيث يتكون المجلس الجماعي لأكادير من 33 عضوا من حزب المصباح من أصل 65. من أجل فتح مجال الديمقراطية التشاركية وبسط خارطة عمل متعاقد عليها مع الساكنة، جماعة أكادير كانت سباقة في إعداد برنامج عمل الجماعة، والذي سيحدثنا عنه رئيس الجماعة الترابية صالح المالكي. هذا البرنامج ديال العمل الجماعي كانت فيه محددات. المحدد المالي قدرنا أنه غادي يكون بواحد جوج الملاير ديال الدرهم، مليار يعني تعبئه الجماعة بمواردها الخاصة، ومليار سيكون يعني بالاقتراض زيادة على البرامج التي تكون بشراكة مع الجهات المختلفة. وأؤكد هنا أن أكادير هي الجماعة الأولى على مستوى الجباية على مستوى الوطن. مشروع التهيئة الحضرية لأكادير قطعت فيه أشواط كبيرة بنسب إنجاز عالية على مستوى تعبيد الطرق والشوارع والأزقة. هذا ما يسمى بالتهيئة الحضرية الخاصة بالطرقات، أخذنا واحد الاختيار مهم جدا اللي هو الطرق التي كانت متدهورة. احنا الحمد لله عندنا صور ديال قبل وعندنا صور ديال بعد، قررنا أن نبدأها من ألف، يمكن نقول لك 50 سنتيمتر 60 سنتيمتر 70 سنتيمتر لتحت. الطريق كلها كتغير، بما فيه الممرات، بما فيه القارعة اللي كاينة على الرصيف، بما فيه القضية ديال الإنارة التي تغيرت، بما فيه التشجير، بما فيه التأتيت الحضري. خلال عملية التهيئة وتعبيد الطرق أثيرت ضجة إعلامية حول أحد المشاريع والمتعلقة بالملجأ الوسطي للطرقات. فريق عن قرب قام بزيارة ميدانية للورش ونقل لكم صورا ميدانية عن الأشغال، وعمدة المدينة سيجيب عن تفاصيل هذا المشروع. أنا بغيت نأكد أن هذا جميع المكونات ديال هذه التهيئة رغم لم تأتي من السماء، كانت هناك دراسات، كانت هناك تقديرات، كانت هناك صفقات بحضور جميع الفعالين، وتمت كل هذا تحت في إطار ديال الضوابط القانونية. على كل حال هناك إجراءات لاحقة في هذا المضمار تجاه الشركة وتجاه واحد عدد الأمور، لأن هذه أمور أموال ديال الشعب، تم بها أعمال تخص الشعب، وإلا بغينا نغيروها بطبيعة الحال لابد أن تكون في الضوابط القانونية. ارتباطا بنفس الموضوع، مدينة أكادير اكتست حلة جديدة، حيث جددت شوارع وأزقة المدينة بإنارة عمومية حديثة تراعي ما هو بيئي وكل ما له صلة بقضايا المناخ. اليوم الحمد لله جميع الأحياء التي جددت بإنارة جيدة بيضاء، وشي لاحظوا الإنسان إلا كان نفتك، وحنا سايرين ماشي نقول لم ننتهي بعد، ولكن غادي إن شاء الله فهاد الأمور. الخبراء العالميون والوطنيون يحسون أن أكادير عندها الحس بالعمل البيئي وبالاقتصاد وبمراعاة القضايا ديال المناخ إلى غير ذلك. جماعة أكادير لها ميزة خاصة في تدبير ملف النظافة، عمدة المدينة سيبسط أهم تفاصيل هذا الملف. مرارا مشيت لوزارة الداخلية وقول لك بكل صدق أنهم يفتخرون بما تقوم به بلدية أكادير. علاش؟ لأن هي الجماعة الكبيرة الوحيدة في المغرب التي تقوم بتدبير الكناسة والنقل، يعني نتويمون ترانسفير، كديروا البلدية بإمكانيتها الخاصة. برمجنا واحد عدد ديال الآليات اللي هي موجودة، وغادي تدخل آليات أخرى، وكان دخلوا في الوقت المناسب. ارتباطا بما هو بيئي ورغم مناخ المدينة الحار، إلا أن أكادير تتوفر على مساحات خضراء تعد رئة المدينة ومتنفسا للساكنة أيضا. لاحظت أنه في الجنبات ديال المحاور الكبرى تم التعشيب، وهذا شيء مهم جدا. المدارات كلها لم تكن على هذا الجانب. صحيح باقي بعض الأمور الأخرى، ولكن إحنا إن شاء الله سيرين فيها، لأن كاين برنامج ديال تجديد
وديال التأهيل ديال واحد العدد ديال 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 الحدائق. ورش آخر يضاف إلى نجاحات تجربة العدالة والتنمية في تسيير الشأن المحلي والمتعلق بتقريب الإدارة من المواطن. هذا الأمر نجحنا فيه كذلك بشكل كبير جدا وفي تغيير جذري، لا على مستوى الصورة الديزاين ولا على مستوى يعني الفضاء اللي كيعملوا فيه الموظفين ولا الارتياح ديال المواطن. واحد العدد ديال المكاتب ديال الحالة المدنية غيرناها، وهذا الشيء بطبيعة الحال نفتخر به فعلا، وهذا راه فيه واحد العدالة مجالية بين 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 المواقع ديال المدينة، لا في أنزا لا في تدارت لا هنايا يعني في المركز لا في تيكيوين لا في بن سرقاوي لا غير ذلك، وهذا شيء مهم جدا، هذا شيء ويحسه المواطن. والتعمير الحمد لله عندنا نقولوا متطور والخدمات فيه متقدمة جدا، والانسياب راه نقصنا الآجال بشكل كبير جدا على جميع المستوى، النوع ديال الرخص أو الوثائق التي تعطى من التعبير، وانتم شفتوا بطبيعة الحال الشباك الوحيد وكيفية يعني التعامل فيه، والحمد لله نقول لك لسنين ما سمعنا أو لا تعرضت عنا شي شكاية ديال ذلك، الأمور متحركة والتوقيعات يومية. الأسواق النموذجية لأكادير لها طابع خاص، ولعل سوق الأحد الذي يتوسط المدينة خير شاهد على ذلك. سوق الأحد لو رأيته قبل والآن غيتحس بال، هو مشروع كبير جدا، مشروع في تقديري كبير، وغادي تبان بان النتائج ديالو، النتائج ديالو على مستوى الأبواب على مستوى السور إلى غير ذلك. هو مشروع اللي فيه 16 مليار، هو فيه شراكة بين الجماعة وبين الجهة وبين العمران، وهذا شيء مهم جدا، غادي يؤهل سوق الحد لأنه راه من أكبر إلى ما نقول أكبر الأسواق ديال إفريقيا. هو منتوج سياحي، أي واحد جا لأكادير إلا وكيقول سوق الحد خصني نشوفه خصني نمشي ليه إلى غير ذلك. فيه تهيئات اللي هي جذرية على مستوى الأبواب على مستوى السور على مستوى التغييرات ديال واحد العدد الامور في الداخل، على مستوى الإنارة على مستوى الوسائل ديال 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 الحفظ والسلامة، يعني واحد العدد ديال التغييرات اللي هي مهمة. وغادي نقول أنه هذا السوق إن شاء الله لما سينتهي غادي يكون جوهرة في يعني في الجماعة وفي الإقليم كله. أحد أبرز المشاريع النوعية لجماعة أكادير المكتب البلدي الصحي، والذي سيقدم خدمات صحية كبيرة أبرزها الطب الشرعي. دام البساش لأن المكتب البلدي الصحي هو إضافة نوعية في الجماعة، وفممكن نقول لك في الجنوب كله، وانت شرطي لهذه المسألة أن واحد عدد ديال الجامعات ما كاينش يعني بحاله بطبيعة الحال، وغادي يقدم خدمات على سما الأبواب ديال أو البيوت ديال الموتى اللي مورغ ولا في الطب الشرعي، هو كذلك أساسي بطبيعة الحال، يعني واحد عدد ديال الخدمات. ومعلمة كذلك راشتين تا المعلمة كان بودية في الفترة السابقة، ولكن الإنهاء ديالو التحسين ديالو والتجويد ديالو بدأ في هذه الفترة، احنا إن شاء الله غادي يبدأ العمل ديالو يعني قريبا. في الشق الاجتماعي لجماعة أكادير بصمتها الخاصة، خدمات اجتماعية بمواصفات عالية الجودة مجانية وتراعي العدالة المجالية للمدينة. غادي نبدأ بالخدمات المقدمة، جميع أنواع الخدمات اللي محتاجها المواطن المغربي اللي هو في واحد الحالة مثلا نقولوا متوسطة أو في حالة تهميش أو كذا إلى غير ذلك، من جميع من محو الأمية من الخياطة من الطرز من الطبخ من الحلاقة. لك مثلا القضية ديال المسنين، احنا عندنا جوج ديال المراكز، عندنا مركز ديال المسنين اللي كاين في الحي المحمدي، وعندنا فضاء ديال المسنين وديال المتقاعدين اللي كاين في الحي ديال الوداديات، وهذه تجارب اللي هي متقدمة جدا. في الجانب المتعلق بالرياضة والترفيه، تتوفر المدينة على مجموعة من الملاعب الحديثة المعشوشبة والتي تعد ملاذا لهواة الرياضة. الجانب الرياضي فيه التدبير، فيه القضية ديال المناح، فيه التشارك مع وحدات ديال الجهات، فيه التدبير اليومي لواحد العدد ديال الامور، فيه ما يهم رمضان، ولكن فيه كذلك الانجازات على مستوى الارض، واحد العدد ديال الملاعب المعشوشبه المتوزعه كذلك في الاحياء. عندنا قاعات بطبيعة احنا جوج قاعات، وعندنا قاعه يعني قريبه كذلك، وعندنا برنامج ديال قاعات اخرى ديال مسابح اخرى اللي هي غاديه ان شاء الله، كنا عانينا شويه مع العقار ولكنها غاديه الحمد لله.
احنا فخورين ولازلنا دائما فخورين بالثقة التي وضعتها الساكنة ديال مدينة أكادير فينا بطبيعة الحال. ونقول بكل صدق وصراحة أن همنا الوحيد الذي سنبقى عليه هو خدمة هذه الساكنة والمواطنة ديال هذه الساكنة والصالح العام بطبيعة الحال، وبتعاون مع الجميع.